السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نكمل اللي احنا كنا بنعمله. السلام عليكم. نكمل الحتة اللي كنا بنعملها. احنا كنا دخل بس الناس. طيب يعني احنا دلوقتي لما بندخل الاسم كاملا هندخل الاسم كاملا ما كانش بيجيب معانا نتيجه. طبعا انا يعني على طول مخي هينصرف ان احنا ممكن نكون في غلط عندنا في الكويري، لان طالما الداتابيس ما ردتش عليا بنتيجه سليمه يبقى ممكن يكون الكويري في نفسه او الاستعراض ذات نفسه مش مظبوط صح. وبالتالي اول حاجه اجربها ان انا هعمل برنت الكويري عشان يطبع قدام عينيا واشوفه هو فعلا يعني ستاندرد صح ولا في اي مشكله. فجيت وتعالى حسنا كده قال لي لا غلط، بس انا بصيت على الجمله سيلكت استرس كومنت لي ورن النيم بتساوي تاك تاك تاك. لا قصدي يعني جمله كما قال الكتاب خلاص. فاتاكد ان انا فاتح الاباتشي خلاص وافتح ادمن عشان اشوف الداتابيز جوه بقى. طب ايه المشكله؟ انا لازم امشي ورا المشكله خلاص. فروحت قال لي البيانات بتاعتنا حلو جدا. ادي الداتابيز بتاعتنا اهي ماشي. الداتابيز بتاعتنا ادي البيانات، البيانات مظبوطه محمد حسن مظبوط زي ما احنا كاتبين. طب خش على السكيل. انا اخدت الكابي طبعا من الطباعه اللي كانت جت، بس انا ما اعرفش ليه السيرفر عندي شويه معلق. ريفريش سيشن مالها. طيب ستوب كده ورن ناو ديد. حصل ماشي. في حاجة عنده في السيرفر ماشي يعني. شوف كده في ايه اللي حصل اللي مزعله. بس هو حلف ان هو مش هيشتغل معانا. ماشي. احنا ممكن نشتغل ازاي؟ اخش كده على جوه المكان اللي نازل في اكزام. ادي ماي سكيل جوه بن. مفترض ان هنا في ماي اس كيل اهي. دي المفروض تقوم اعملها ازاي؟ اقوم ازاي باجي كده واقوم اعمل فتح باور شيل خلاص على الدي على الورك اتش بي ورك ماي سيكوال بن او في المكان اللي انت مسطب فيه. واكتب ماي اس كيو ال داش يو اليوزر يعني. طبعا انتوا مش شايفين حاجه صح؟ انا عارف ان محدش شايف حاجه لان اصلا ذات نفسي انا مش شايف. واضح جدا وغالب. انا هفتح بس ايه الكومن برومت. انا مكبر الخط هنا ومظبط شغل بقى اللي هي العمي هنا مظبطه. هنعمل بس دي تشينج دايركت على الباث ده. على الباث ده يعني قلت له غير نفسه بدل ما على السي يوزرز عادل. لا تشينج دايركتري انا بغير الفولدر خليه دي عادل ورك بي اتش بي ورك ماي سيكوال بن. ده الباث الصح. اه شفته ما عبرنيش عشان ده عدي. اه الاول دي نقطتين خلاص نقل دي نقطتين نقل. تمام كده انا في المسار صح. المسار انا عادي صح. فانا بكتب ايه؟ بقول ماي اس كيو ال داش يو اللي هي اليوزر روت وداش بي اللي هي الباسورد. بكتب الباسورد لو في باسورد. انا ما عنديش باسورد صح؟ انتر باسورد ما تكتبش حاجه او تكتب الباسورد تدوس انتر. قال لي تمام.
قال له ويلكم اهو ويلكم تو ماريا دي بي مونيتور مش عارف سيرفر مش عارف ايه كان رايت ايه اوراكل ماريا دي بي طبعا الانجن بتاعنا ماريا دي بي اللي هو ماي سيكوال وانا جاهز اهو قلت له ماشي انا عايز ايوز داتابيز اسمها ايه طبعا انا اضطر استخدم الاوامر لان السيرفر عندي علق ما اعرفش ليه باي دي بي اقول له باي دي بي اللي خلاص داتابيز تشينجد يعني دلوقتي جوه الداتابيز دي قلت له ماشي سيلكت از ديسك فروم هات لي كل الداتا اللي عندك في الاي دي عشان ده الامر بتاعنا وريني كل البيانات ادي التيبل اهو الاي دي كذا كذا والنيم وادي البروجوب والسير حد لاحظ حاجه حد لاحظ الغلط انا لاحظت الغلط مجرد كده ما عرضني البيانات لاحظت الغلط سبيس الله ينور عليك مين بيقول في سبيس ده فريد مين فريد يا دكتور فريد اهلا بيك ايوه كده بنحب الناس اللي مصحصحه في سبيس مباشره هنا وهي اللي عامله الازمه في البيانات بتاعتنا ولذلك محمد حسن ما تلاقيش هو اسمه سبيس محمد حسن هو ده اللي موجود يعني لو انا رجعت كده زي ما انا على نفس الكود بتاعي مش هطبع بقى الكويري ده خلاص انا مش عايزه هرن زي ما انا مش هغير حاجه في الكود بس هعمل سبيس محمد حسن ودوس انتر جاب لي الداتا قال لي محمد حسن بروجكت مانجر كذا 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 جاب لي البيانات وكل حاجه تمام لمجرد بس ان انا كان عندي مشكله في السبيس لو جيت بحثت هنا عبد القادر هنا ما فيش تقريبا سبيس فلو انا جيت رنيت من غير سبيس خالص كابتن عبد الجابر كده لقيته جاب لي البيانات على طول مباشره بدون اي مشكله طيب لو انا الحته اللي عايزين نتكلم فيها انا مش عايز ابقى اقول اي دي او ممكن اقول السالري ممكن اقول لا انا عايز ابحث بحاجه اسمها لايك لايك معناها يشبه تمام ودي مشهوره جدا في البحث في الداتابيز والكلام ده شبه اللي انا هقول عليه ده مش هو بعينه يعني لو انا دلوقتي كتبت هنا عبد الجابر مثلا طب لو جبت مثلا عبد تمام هيقول لي مش موجود يعني جزء من الاسم لو جيت قلت له مثلا ايه حسن هيقول لي مش موجود لكن هي جزء من الاسم صح ولذلك انا جاي اعمل له ايه هقول له علامه في المية قبل البحث وعلامه في المية بعد البحث بعد الحته يعني انت هتكتب الاسم هيبقى الاسم بتاعك ما بين علامه في المية في الاول وعلامه في المية في الاخر دي حركه مشهوره جدا في السيرش يعني علامه في المية في الاول دي معناها ان ممكن قبل الكلمه اللي انا كاتبها كلمه حسن مثلا ممكن يكون في قبلها كلام حرف او اكتر من حرف او مش موجود قبلها حاجه دي معنى علامه في المية يبقى علامه في المية معناها ثلاث حاجات ممكن يكون قبل اللي انا كاتبه حرف ممكن يكون قبل اللي انا كاتبه اكتر من حرف ممكن يكون قبل اللي انا كاتبه مفيش حرف اللي انا كاتبه اول حاجه يعني طيب وبعد الكلام احط عامل في المية عشان الاسم اللي انا بعته اقول له برضه ممكن بعد الاسم اللي انا كاتبه يكون في حرف او ممكن يكون بعد الاسم اللي انا كاتبه في اكتر من حرف او ممكن يكون في الاسم اللي بعد اللي انا كاتبه مفيش ولا حرف يعني انا كاتب اخر حاجه دي معنى علامه في المية ليها ثلاث معاني بالاول تشيل الثلاث معاني بالايه؟ بالاول يا في حرف يا في اكتر من حرف يا مفيش ولا حرف كل ده ينفع ده او ده او ده ينفع جيبه وبالتالي ممكن يجي لي اكتر من واحد وبالتالي ممكن يجي لي اكتر من ايه من شخص لو تطابقوا في الاسماء عارفين انا غيرت بس الحته دي عملت لايك وزودت علامات في المية بتاعته دي حته صغيره من نجوم الاسكيل الاسكيل مليانه شغل تدرس لوحديها تمام يمكن انا بعت لكم كورس في اسكيل بالكامل اللي عايز يغوص في الموضوع بتاع الاسكيل كاسكيل لوحديها عمو اتورا لو جيت دلوقتي قلت له حسن خد بالك انا كنت كاتب محمد حسن وناسي مسافه في الايكوال ما كانش بيجي لي صح هنا انا قلت ولا مسافه ولا محمد حسن ولا اي حاجه قلت حسن قال لي في عندي حسن وده بروجكت مانجر على طول مباشر صح طيب يبقى احنا كده عندنا ادي بيانين اهم طيب هل في اي انتوا بس ممكن انتوا الاثنين ما فيش اي حاجه متشابهه خالص كده ليه؟ ماشي لو قلت ابحث لي عن حرف الايه
عبد الجادر بعد الجي في اي اهي، ومحمد حسن في عندنا كذا ايه صح، يعني حرف الايه موجود في محمد وموجود في عبد القادر صح. فلو جيت قلت له هنا ابحث عن حرف الايه معناها كل الناس اللي فيهم حرف الايه. لما جيت بحثت طلع لي محمد حسن وطلع لي عبد القادر لان هما الاثنين فيهم حرف الايه، هما الاثنين فيهم حرف الايه. عملت رن وقلت له سبيس هيجيب لي كل الناس اللي فيها سبيس طبعا كله يعني صح، لان في كده ايه محمد حسن وعبد القادر برده موجودين فيهم سبيس طبعا. اللايك ممكن تديك امكانيات انك تبحث بجزء من الاسم بتاع شقيق والقاب، قويه جدا في البحث. حبينا بس نبص بصه ونقول يا شباب الموضوع مش بس البايثون هنا في الداتابيس، انت نقلت نفسك في الداتابيس فدخلت في عالم تاني جديد ممكن تتعلم فيه حاجات كتير جدا خاصه بالاس كيو ال، كان اس كيو ال يعني، وهي حركات بسيطه يعني حاجات بسيطه جدا مش صعبه ولا حاجه، لغه بسيطه جدا. كل كلمه ليها معنى على طول، وكومنتس ما فيهاش بقى ولا لوجيك ولا ليف ولا يعني حتى مش نوصل للديفاين فانكشن والديفاين بروسيجر، لا 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 الدنيا بس تدخل شويه اوامر كل امر بيعمل عمليه وخلاص تمام. في اي اسئله يا شباب بالنسبه لحته السيرش بلايك؟ تمام يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور. سعاده بركات كيف الحال؟ ان شاء الله عسل طيب. الله يكرمك. بالنسبه لللايك هذه ممكن نستخدمها يعني مع السترينج ومع النمبر ولا؟ كويس ده مع السترينجز. طيب شكرا. اللايك تشتغل مع السترينج فقط يعني ما تشتغلش مع النمبر. عندك بقى ايه؟ ايكوال وعندك جريتر ذان اللي اكبر منه واصغر منه واكبر منه ويساوي اصغر منه، كل الكلام ده موجود. وفي بتوين الارقام ما بين كذا وما بين كذا، لو هنعمل لكم واحده بتوين كده على السريع عشان بس الناس اللي هي، وطبعا بتوين بتشتغل على الارقام وبتشتغل على التواريخ هي مهمه شويه. هقول جيت امبيد باي ايه، احنا قلنا بالسالري مثلا، واقول له سالري ما بين مينيموم سالري ماشي وماكس سالري ما بين يعني رقمين يعني، ده بحث معروف جدا. فانا هنا اقول له وير ان السالري يكون بيتوين، الامر هنا في الاسكيول اسمه بيتوين. بيتوين مثلا تقول له بيتوين 1000 اند مثلا 10000 مثلا وخلاص. طبعا تلاحظوا ما كتبتش كلمه 1000 ولا 10000 ما بين سنجل كوتس، يعني دي ارقام والارقام في الداتابيز كده بصريحه كده، بس انا فعليا ولا ال 1000 هتبقى ثابته ولا 10000 هتبقى ثابته. ال 1000 هيجيبها من الفاريبل اللي اسمه مينيمم سالري، وال 10000 هيجيبها من الماكسيمم سالري وخلاص، احنا ماليش دعوه. وبالتالي هنا هقول له الحته دي تتغير، هو عامل القصور بتوعي اللي احنا اتعودنا عليه، والحته دي بتتغير هو عامل برضه القصور بتوعي لوكي. يبقى بتوين هيحط لك حاجه هنا وحط لك حاجه هنا، الحاجه الاولى هنا اللي هي المينيمم ايه؟ اللي تحت اللي هي المينيمم سالري كوما، والثانيه اللي هي الماكس سالري. يبقى هيعمل ايه؟ هيقول لك وير ان السالري بتوين، ويحط هنا المينيمم اند ويحط هنا الماكسيمم، هيكون لك الجمله زي ما احنا عايزين بالظبط، زي ما احنا عايزين بالظبط. حلو جدا. نيجي بقى في الايه، في الكول جيت دي هيبقى عندي بقى مينيمم سال صح، وهنا اقول له ايه انتر ايه سالري وانتر الماكسيمم سالري وخلاص ومسال ماكس. ولما الاقي هنا ابعت له المينيموم سالري وابعت له اللي هي الماكسيموم سالري، وبرضه هيجيب لي البيانات وهطبع البيانات، مش هشتغل يعني مش هتعمل بيه حاجه خالص، هي بس زي ما هي خلاص. انا بس اخدت الجزء المينيموم والماكسيموم وبعتهم للفانكشن، والفانكشن كل تعدل كده هتاخد اثنين بس، هي اللعبه كلها في الاس كيو ال اللي هي بس وير ان السالري بتوين كذا. لو جينا جربنا ده
كل يوم السنة احنا كان عندنا لو رجعنا البيانات بتاعتنا كان عندنا كل سبعة وعشرينات. طيب انا قلت له هات لي مثلا كل الناس اللي ما بين 5000 طبعا المفروض النتيجه ما فيش. طبعا احنا المفروض نغير المسج لانه بدل النوت لغة بليز والزيس اي بي يعني. المفروض ما اقول له 27 هيجي كم واحد من 27 يجي لي 3 بروجكت مانجر وبرودكت مانجر وتستر كلهم 27 في الرينج. اقول له مينيمم مثلا 20 و 30 قال لي ايه؟ عندك مين؟ عندك محمد حسن 27000 وعندك عبد القادر 27000 وعندك لنا بدنوش اسم 27000 وبالتالي جاب لي كل الداتا كل الناس اللي بتوين ايه؟ التو نمبرز. هل كان يا سيدي شباب؟ لا تمام يا دكتور. وفي سؤال قد يبدو خارج السياق يا دكتور بس اساله قد يا ممكن؟ لا بص اوعى تخلي نفسك دايما عندك مشكله انك تسال ويطلع السؤال خارج السياق ولا السؤال مش كويس ولا السؤال غلط ولا باين عليا ان انا مش فاهم. انسى الكلام ده خالص. عندك سؤال بيمر في مخك قول على طول ولا يهمك. الله يحفظك. حضرتك فوق في لما جيت استقبلت الماكس والمن ممكن الواحد يكتبه على سطر واحد؟ ممكن الواحد يكتبه مين؟ على سطر واحد. هنا دول يعني؟ لا فوق لما تيجي تستقبلتهم في ال فوق يعني في الانبوت موجود الواحد يستقبلهم ممكن يكتبهم على سطر واحد يستقبلهم على سطر واحد دول هنا يعني هنا. ممكن على سطر واحد يعني ميني من سالري كوما ماكس سالري ماكس سالري بيساوي الانبوت وهو يسيب مسافات ولو ما سابش مسافه هيضرب كل حاجه تاني يعني تقصد ان هو يدخل المينيمم والماكسيمم ويعمل الفرق ما بينهم بس بالسبيس مثلا ينفع بس مش يعني مش الحال بس هو لو ما سابش السبيس هتعمل مشكله يعني ولو حط كوما هو او حط اي علامه هتبقى مشكله ثانيه لكن ماشي الحال بس هي كل ده يعني انا بالنسبه لي ولا حاجه يعني لان احنا عمرنا ما هنفضل نشتغل على الكونسبت لو واخدنا بس لمجرد ان احنا بنتعامل مش عايزين نشغل دلوقتي بالنا بالكنترول ده وجاي منين دي طريقه اختصار للكود يعني قيل ليا ان دي طريقه اختصار للكود بس انا بسال مش طريقه اختصار ولا حاجه هي قصدك في الكتابه بس في ناس في لبس في حته اختصار الكود في فرق لما اقول اختصار كود تمام وفي فرق لما اقول يعني ايه هي مش بالشبه هي مش يعني ممكن انا اقوم كاتب سطرين ثلاثه اربعه ممكن اكتب 10 تستر وتكتب 3 تستر. تمام. انت كده معناها ان انت افضل مني في الكتابه، ده مفهوم خاطئ. فاهم ازاي مفهوم غلط؟ ممكن الاربع خمس تستر بتوعي يكون البرفورمانس بتاعهم احسن من الثلاث من يعني ال 10 تستر بتوعي برفورمانس يعني مستوى ادائهم وسرعتهم احسن من الاثنين ثلاثه اللي انت كاتبهم. فاهم ازاي؟ فالفكره مش بس في عدد الاسطر، وبعدين في حاجه اسمها ريكويرمنتس كده يعني في الغالب هيبقى ده على انترفيس. وفي الغالب في الانترفيس هيبقى في مكان تكست بوكس اليوزر بيكتب فيه المينيمم وفي مكان تاني خلاص بيكتب فيه ماكسيمم مش هتبقى حته كده على بعضها يلا خلص وحط مسافه تمام فانت عملت الاعتبارات دي مش ما عملتش الاعتبارات دي مفيش مشكله يعني لكن الافضل طبعا الفانكشن لازم توصل لها طبعا متفرقين كده لو انت بس اختصرها هنا في الديسكتوب مش مشكله ماشي حالك انا ما بحبهاش بحس ان انا مش فاهم تمام انا بحس ان انا مش فاهم فاهم ازاي يعني بحس ان اي حد قاعد على الجهاز وهيجرب اللي انا كاتبه ده هيكونفيوز دي يعني تمام هيلخبط لكن هي في الاول وفي الاخر انت يعني دي حاجه وقتيه تبسيطيه بس يعني حته ان احنا بناخد بالانبوت والكونسول والكلام ده حته بس الايه لمجرد ان اشيل مخك دلوقتي من حته الانترفيس عشان ما اجي اوصل دي قصه طويله مش قليله لوحديها فلو بشرح لك الكلام ده مش عايز اشغل بالك بالانترفيس بس تمام حضرتك لكن مظبوط لك الله يحفظك شكرا بعد اذنك يا دكتور يعني احنا ممكن بس هل بنسبورت برضه هنا في البايثون اللينك كستيتمنت
نكتب بيها يعني كويريز كده. لينك قصدك ال اي ان كيو؟ اه لا مفيش ال اي ان كيو مفيش مفيش كده تمام. لكن في باكجز خاصه بالموضوع انك تكتب ما تكتبش اسكيو. يعني ايه السؤال بتاع زمان؟ لازمنا بيسال يقول سؤال مهم على فكره سؤال لغايه الخطوره يعني. ولنا مش ممكن نهرب من الاس كيو ال ونكتب مثلا بحاجه زي كان هو تقريبا خلفيه دوت نت فبيقول لك في حاجه اسمها الاي ان كيو خلاص. ممكن تختصر الحاجات كده وبتكتب باشكال ابسط وتبقى لغه عارفاها. وهل دي متاحه عندنا في الـ في البايثون ولا لا؟ فقلت له لا احنا بنكتب اس كيو. بس في حاجه ثانيه كان ممكن هي بنسميها احنا كميه ال SQL الكبيره دي او التوكت دي خلاص اللي هي ال SQL الكميه دي. دي مختصه بان هي بتشتغل فكره الرابر ده او فكره انك تهرب من ال SQL expressions يعني. وتبدا تستخدمها هي في حد ذاتها كلغه بديله للاس كيو ذات نفسه. يعني على الله يكون حاطين اكزامبل او حاجه او اوريكم الفكره بتاعتها لان سؤال مهم يعني. خلينا نخش في اي مثال كده مش عايزين فيديوهات. لا مثال مكتوب بس سلايدز ماشي اي حاجه. ماشي الحال. لاحظوا هنا ايه اللي حصل. هتلاقي ايه انه هو هنا عايز حاجه تكون ابسط جمله اساسيه. المهم يعني هو طبعا عشان هي ليها نظام وبنعرف بالديفاين بتاع يعني هنا ان هو عمل فكره ان يوزر دوت فلتر تمام. يوزر دوت فلتر دي اللي هي بديله الوير. فحط الادريسز ستريت قال بتساوي 1 2 3 4 مش عارفين مش عارفين. وبعد كده دوت في عند حاجه اسمها هازلان ان الادريس سيت يكون بتساوي مثلا يو كي مش عارف كده. ده الشكل بتاع الكويري الخاص بالايه بالاس كيو ال ايه الكمي الاس كيو ال بقى الاساسي اللي هو كان اللي احنا بنتعلمه دلوقتي. لو سيلكت اسك فروم يوزر وعمل جوين ما بين تو تيبل جوين كذا وكذا وجمله الاس كيو ال اللي هي الستاندرد الطبيعيه. طبعا هو بيجيب لك مثال انه عايز يقول لك ان احنا احسن يعني. فهو جايب لك جمله اس كيو ال معقده وعاملها هو سب كويري ومش عارف ايه وهنا عامل جمله بسيطه. لكن طبعا ده مش يعني هو بيحاول يظهر لك ان احنا ان الطريقه دي اسهل وكلام زي كده. بس طبعا ده مش دي النقطه الجوهريه في الموضوع تمام. لكن هو في نفس الوقت عشان يعرف يعمل دي اصلا لو السلايد دي حقيقيه يعني بما انكم بتتعلموا السلايد دي لو حقيقيه هيقول لك اصلا عشان اوصل للحته دي عملت ايه؟ انا عملت فايلات عملت ملفات كامله عشان اقدر اوصل للفكره دي يعني. يعني عشان اوصل للعلامه يعني لازم مثلا اعرف كلاس اسمه يوزر فاهمني واحط جواه كولومز واعرف وديفاين الكولومز واعمل كده عشان اقدر اوصل للحته اللي هو عملها في الاخر الملخصه دي. بس وراها برده شغل كتير اتعمل عشان اقدر اوصل لده. لكن دي بتقوم بفكره شبيهه للي سال على اللي ان كيو لو بتدور في دماغه خلاص. فادي الايه الابيري دي ودي ممكن نتعرض لها ان شاء الله. حاجه من الحاجات المهمه وبتنفع كمان في شغل كتير في الباك اند بتاع السيستمز يعني تمام؟ طيب اخر حاجه في الحته دي وخلاص. انا طبعا لو احنا عايزين نجيب كل الامبلييز مش واحد بس فدي هتبقى جيت امبس وطبعا مفيش انبوتس وخلاص بجيب كل الموظفين كلهم والجمله هتبقى سهله جدا هي سيلكت اسري فروم امبلي وبسكت. يعني ولا في قيمه ولا اي حاجه ولا تغيير بس كده هات لي كل بيانات الموظفين وخلص
مش محتاجة مني أي شغل تاني ببساطة دي. وبالتالي هنا ما أقول له كول مش هقول له إنبوت أي حاجة خالص. مش هقول له إنبوت أي حاجة. هقول له جيت إمبس مش هبعت له أي قارم خالص. مش أي حاجة خالص. والعرض زي ما هو بس. ودي أبسط شيء يعني. وهنا إيه؟ لو كان في إيه هون هون في إيه سباوند بلس. وكل جيت بس شكرا. طب إيه عملت ران؟ فدي أوتوماتيك بتعرض لي كل الداتا اللي هو الخاصة بالإيه؟ خاصة بالموظفين اللي عارف. طيب بس الفيديو